هل من نصيحة لأولياء الأمور الذين يأتون إلى الحرم ومعهم زوجاتهم أو بناتهم متبرجات؟ عليهم أن يتقوا الله سبحانه وتعالى، وأن يلزموا زوجاتهم بالستر والاحتشام، لأنهم جاءوا يطلبون الأجر والعبادة، وعدم التستر للنساء هذا معصية، كيف يخلطون بين طاعة ومعصية؟ عليه أنه يأمر نساءه بالحجاب والتستر وعدم التبرج والزينة. نعم.